أحسن الله إليكم. والأخت السائلة تقول هل على الحائض والنفساء طواف وداع في الحج؟ ليس على الحائض والنفساء طواف وداع لا في الحج ولا في العمرة. قوله صلى الله عليه وسلم لصفية لما حاضت بعد الحج سأل عنها قالوا إنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة على أنفري إذن يعني سافري فأسقط عنها طواف الوداع. كذلك في الحديث عن ابن عباس قال رضي الله عنه أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقال صلى الله عليه وسلم كان الناس ينفرون من كل وجه فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم.